طيلة هذا الأسبوع حول الأمراض روماتيزم اللي أكيد كتوضحها لنا، وفي حديث معها البروفيسور سلمى الحساني أخصائية في طب الروماتيزم بمراكش اللي غتكون معنا بعد قليل. اليوم غنتكلموا على واحد الخلط اللي كيوقع ما بين ثلاثة ديال الحالات المرضية اللي هي هشاشة العظام، الروماتيزم أو التهاب المفاصل، الأرثروز أو تأكل الغضروفي. الكثير منا كيوقع في خلط وفي حيرة وفي قلق حول هاد ثلاثة ديال الحالات المرضية، يمكن كيتشاركوا في بعض الأعراض وكيختلفوا في أخرى. الجواب اليقين مع البروفيسور سلمى الحساني. صباح الخير. صباح الخير. كي صبحتي لالا؟ الله يبارك فيك لالا، بارك الله فيك. الحمد لله، مرحبا تاني مشاركة لك معنا وطيلة الأسبوع راكي معنا. شكرا على سرعة الاستجابة البرنامج لقاء المفتوح، هذا الشكر مني ومن كل طاقم بروفيسور سلمى. ما كاين مشكلة اللي حنا راه الإشارات باش إذا كانت شي توعية للمستمعين، حنا راه الإشارة بسم الله. مرحبا بروفيسور. إذا كما قلنا كيوقع واحد الخلط ما بين ثلاثة ديال الحالات المرضية اللي هي الهشاشة والروماتيزم والأرثروز أو تأكل غضروفي. إذا نبغيو نعرفوا معك فين كيتشاركوا ولا فين كيلتقيوا نقاط الالتقاء خصوصا في الأعراض، وفين كيتفرقوا كيختلفوا. نوضحوا للمستمعين والمستمعات معك بروفيسور سلمى. أيه مرحبا. اللي نبغي نقول لك في الأول هو أنه الكلمة ديال روماتيزم واحد الكلمة شاملة كبيرة، يعني كتعني جميع أمراض العظام والمفاصل. أيه. هذا هو المعنى ديالها. غير إحنا عندنا واحد الاعتقاد بأنه الروماتيزم عندنا إحنا في الاعتقاد المغربي الثقافة ديالنا. أيه. الثقافة ديالنا. الثقافة ديالنا الروماتيزم تنقولوها الجميع لكل شيء. غير هو كاين فرق. أنا قلت لك هي جميع أمراض الروماتيزم. نعم. إذن هذه شاملة الروماتيزم، هي شاملة. يعني شاملة الهشاشة، الأرثروز، شاملة كاع الأمراض كاملة، التهاب المفاصل، كل شيء، لاتوندينيت، كتقص العظام، كتقص المفاصل، كتقص الغضروف، كتقص الأوتار، كتقص هذا ليغامون، لاتوندينيت، هادشي كله داخل في نطاق الروماتيزم. الروماتيزم ها هو. باش كنديروا باش كنفرقوا ما بين الانواع، بحال دابا واحد بحال دابا اللي كيقص العظام، اللي كيقص العظام اللي كثير فيه هو الهشاشه. الهشاشه هاد الهشاشه عندها خاصيات ديالها، يعني طيب. اعراض ماشي اعراض ديالها اعراض قليله، ولكن الهشاشه كنقولوا لها واحد الكلمه كنقولوا قلب عليها ما تقلب عليك. يعني الاعراض ديالها الا بانت راه سي ايفيدون، يعني واضحه، هي الهرس الهرس الواحد. لهذا كيخصنا نقلبوا على الهشاشه ملي كتكون الواحد معرض للهشاشه، يعني ولكن هادشي كيعني ماشي كلشي خصو يقلب على الهشاشه. مرأة صغيره مازال كتجيها العاده الشهريه، ها ما عندهاش علاش تهضر على الهشاشه، ما كايناش الهشاشه عندها. فهمتي؟ دونك المراه حتى كتفوتها حق الشهر واحد المده، ماشي بشهر ولا شهرين، واحد المده سنوات. اييه ماشي سنوات بزاف، سنه ولا جوج. اييه عاد كنقولوا هاد السيده خصنا نقلبوا لها، راه ممكن تجيها الهشاشه، راه ممكن تجيها الهشاشه. والدراسات المغربيه اللي كتقلب على شحال البورسنتاج ديال الهشاشه في المغرب، هذا كتلقى بان عندنا تقريبا النساء مورا 50 عام كتكون تقريبا 30% ديال الناس اللي عندهم الهشاشه. يعني من ورا 50 عام 30%، مورا 50 عام ومورا 60. واخا هذا إذا تكلمنا على المرأة، الرجل كذلك يصاب بالهشاشة؟ الرجل كذلك يصاب بالهشاشة، حتى هو ممكن يصاب بالهشاشة، إنما ماشي بنفس لا فريكونس، بنفس المسبب، يعني عنده أسباب أخرى. لا دابا ماشي بحال دابا، إلا كانوا نقولوا 10 العيالات ديهم الهشاشة، الرجال غير جوج ديهم الهشاشة. والسن اللي كتبان الهشاشة عند الرجال كتكون معطلة بالنسبة للعيالات.
العيالات كتبدا كتبان من 50 55 عام، الرجال كتبان لهم عاد موراها 60 60 65 70 عام كتبان لها حتى 60 سنه. اييه هذه دابا دابا نرجعوا للموضوع اللي ديالنا واللي هو كنفرقوا ما بين الانواع. يعني الهشاشه داخله في نطاق الامراض ديال العظام والمفاصل، ولكنها ما كتقيش كل شيء، ولكنها كتقيس العظم. كتمشي نيشان ما كتحرقش، ما كيكونش فيها الالم. فهمتيني؟ وشنو كيكون فيها؟ يعني شنو اعراضها؟ انا نقول لك بحال دابا الواحد اللي كيضر حتى الضرور كنتو ولا كيضرو كتفو ولا كيضرو ظهرو، مثلا ماشي الهشاشه، راه حاجه اخرى اللي خصنا نقلبوا عليها. الهشاشه ملي كتبدا كتبان الاعراض ديالها كتكون الهرس، كيكون اما هرس في الفقرات ديال العمود الفقري واللي كتنتج شي هرس قديم مثلا، او لا شي هرس في اليد ولا في الرجل ولا في الورك. هذه دابا كنقولوا الباب ديال الهشاشه. واخا رانا نهضروا على الروماتيزم الاخرين. الوغ دابا قلنا كاين مرض العظم وكاين المرض ديال المفصل. ها المفصل، اييه شنو هما المرض ديال المفصل؟ المفصل يعني ماشي كل الام في المفصل كيتشابه كله كيف كيف نفس المرض، لا. بحال دابا كاين اللي كيجي عند كضرو ركبته على حسب الوزن ديالو، على حسب التقليبه اللي كاينه في ذاك الركبه، واش فيها الماء واش ما فيهاش، واش سخونه واش ما سخونهش، على حسب الاعراض الاخرى اللي كاينه مع هذا مع هذا المرض، واش كاين شي مرض في الجلد، واش كاين اسهال، واش كاين واش الواحد عنده واش كتطلع له سخانه ولا لا، على حسب هذه الاعراض اللي كترافق هذا الالم هذا اللي كيكون في المفصل كتحدد الحاله المرضيه. ماشي كتحدد، كتعطينا المسلك اللي نمشيو فيه. اييه بحال دابا كتشخص اي باش كنعرفوا اش من طريقه فين نمشيو للتشخيص. واخا دابا كاينين الامراض ديال المفاصل المفصليه اللي كثيره اللي كثيره بزاف هي لاختروز. اشنو هي لاختروز؟ هي مرض ديال القريوجات. وشنو هو القرويجي اللي بغينا نبلغوه للمستمعين؟ شتي القرويج اللي كان نشوفوه عند المفصل ديال الحيوان ديال الذبيحه ولا ديال الحولي ولا ديال البقره ولا الدجاجه ولا كلشي. داك ملي كنحلوا المفصل كنحلوا المفصل وكنلقاو فيه واحد الماده لزجه وكتكون فيه حتى واحد كيكون بيض كيكون رطاب. نفس الشيء كاين عندنا في المفاصل ديالنا ديال الانسان. لاختروز هو المرض ديال هذاك الكريوج او تاكل غضروف. الغضروف ما كيبقاش سلس، ما كيبقاش رطب، يعني مارين ما كيبقاش مارين. كيولي بحال كتوقع فيه واحد الخشونه، يعني الخشونه زعما خشونه باللغه العربيه كيوقف كيوقف كيولي حرش. الا بغينا نقولوها بالدارجه بحال كيولي حرش. يعني ما كتبقاش الحركه كدوز فيه مزيان. دابا هذا النوع ديال لاختروز نعم كيدخل في الامراض ديال المفاصل كما قلنا، امراض المفاصل كما قلنا حتى هو روماتيزم. ودابا واش كلشي كيتصاب بلاختروز؟ لا، بحال دابا واحد صغير عنده 15 16 20 عام الحظوظ باش تكون عنده لاختروز قليله جدا. هي كنفكروا فيها ملي كيكون شي واحد بحال دابا في السن ديال نقولوا من 35 لفوق، ديك الساعه كنهضروا على لاختروز. دابا كاين النوع الثالث. اما هو هضرنا على الهشاشه مرض العظام. هو الكبير الاول واحد البلو فريكون هو نعم العظام اللي كيدخل في الامراض ديال العظام. اييه عندنا لاختروز. هضرنا على امراض ديال المفاصل. الاول فيهم هو لاختروز. اييه هاد لاختروز هادي كتقيس المفصل وما كتكون عندها تأثير على التحليلات الطبيه، يعني ملي كيهز الواحد الدم ولا مدة الطبيب ما يطلب الواحد التحليلات كتكون كلها عاديه نورمال. وفين كيبان المشكل؟ كيبان في الراديو ولا في الايكوغرافي. نعم دابا هذا الشيء على العكس ديال واحد النوع اخر ديال لي روماتيزم اللي ملي كيقيس المفصل ولكن كنلقاو له لي تراس حتى ملي كنهز الدم. نعم
دونك دابا عندنا الا بغينا نشوفوا واحد الثلاثه ديال المحاور كبيره نعم. وهذا المرض الاخر ولا الحاله المرضيه اللي غتعطينا الاخرى هي اللي كتشارك مع لاكت خوز في التحليله ديال الدم. اما هو بروفيسور سلمى الحساني شكون هو؟ شكون هو؟ كاينه لا بوليارتريت وكاينه لا سبونديلارتريت، ولكن هادو ديجا بعدا غير النوع ديال المفاصل اللي كيتقاسوا بحال دابا اش من مفصل والتقلبه ديالو كتكون عندنا شويه ديال التهابات في المفصل، كيكون شويه ديال القصور في الحركات ديالو، ما كيكونش كيتحرك مزيان. يعني كتكون واحد الاعراض اللي كتزيد تبين هاد جوج حالات اللي ذكرتي. دابا اللي المهم في هاد الحوار اليوم هو اننا كنقولوا بانه الروماتيزم على العموم راه ماشي كيف اللي عند هذا هو اللي عند هذا هو اللي عند هذا، هو فيه اختلاف. نعم فيه اختلاف. وانا كننصح بان المستمعين اللي عنده شي مرض كيداوي عليه مزمن مثلا يقولوا للطبيب كتبوا لي في ورقه باش يعرفوا شنو عنده، يكون عنده توثيق ديال شنو عنده، يكون واعي أي بالحاله المرضيه اللي عنده، يكون واعي بحال المرضيه ديالو وغادي يعرف. ما يقولش لي انا غير روماتيزم، غادي يقول لي انايا هادي بالسميه ديالها. نعم. ولا الا ما عرفش سميتها تكون ورقه مكتوبه راه الطبيب ليها شنو عنده. وحتى العلاج يعني ماشي علاج اللي كيعطيه الطبيب، وانما واحد العلاج اللي هو ذاتي، اللي هو اوتو، اللي هو من راسه هو خاصو يمارسو في الصحه ديالو ويمشي عليه كالراحه مثلا، بعض الحركات يمكن الترويض اللي كتنصحوا به. يعني بزاف ديال المسائل والسلوكيات الصحيه. نعم اللي بغيت نقول لك بانه واحد النقطه اخرى هي الخاميه عيلي. إذا كنا فهمنا دابا بأنهم الروماتيزم الأمراض مختلفة وكل واحد والمرض ديالو، يعني بأن العلاج مختلف وكل نوع العلاج ديالو. هذا هو المساج اللي نبغي ندوز هو. نعم شكرا لك ان شاء الله وشكرا لك. اكيد اجر ثابت باذن الله. البروفيسور سلمى الحساني راكي معنا طيله الاسبوع، غنتكلموا على بزاف ديال الحالات المرضيه. خليتك على خير، وتحيه للناس ديال مراكش من خلالك لالا سلمى الحساني. الله يبارك فيك لالا. السلام عليكم. كنحيي جميلة إمزير في الهندسة الصوتية، وكانت معنا بشرى بن عقا كذلك. كل تقنيين راكم خوتنا وحبابنا وصحابنا.